أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على توجيهات سموه المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والحكومة على الجهد الجبار الذي بذلته لمواجهة الأزمة. ومن جانبه شدد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على وجوب أخذ الدروس والعبر من المناظر المؤلمة التي تحصل في الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة استمرار الجميع في التعاون مع الحكومة لحماية الصحة العامة في الكويت. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمة العادية ذات الطابع الاستثنائي للنظر في القوانين الطارئة واللازمة لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها وزارة الصحة للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي. نواف، بعد التحية، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات خلال جلسة اليوم؟ تحية لك زينة، وتحية من يشاهدنا الآن عبر موجز الأخبار لتلفزيون دولة الكويت. إحنا الآن متواجدون في مبنى مجلس الأمة، وذلك لتغطية الجلسة العادية لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي 15. وهذه الجلسة التي دعا إليها في الأسبوع الماضي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم، وهي ذات طابع استثنائي وتأتي تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. زينة، الجلسة بدأت في الساعة 9:30 بعد أن رفعت لمدة نصف ساعة في الساعة 9 لعدم اكتمال النصاب، وبدأت الجلسة في 9:30 برئاسة رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم وبحضور جميع الأعضاء وأيضا الوزراء وعلى رأسهم سمو الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء. والجلسة بدأت على بنود البند الأول، كانت هناك التصديق على المضبطتين للجلستين الماضيتين، وبعد ذلك دخل المجلس إلى كشف الأعراض كشف الأوراق والرسائل الواردة وأيضا كشف الأعراض والشكاوى، وبعد ذلك انتقل المجلس إلى البند الآخر. ونحن الآن في هذا الوقت المجلس يناقش البند الخامس، وهو ما يتعلق في تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع بقوانين والاقتصاد اقتراحات بقوانين ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد. وفي هذا البند هناك تقريرين، التقرير الأول متعلق في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وهناك في هذا التقرير هناك مشروع بقانون مقدم من قبل الحكومة، وذلك للتعديل على المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 والمتعلق بالوقاية من الأمراض السارية. وهناك اقتراحين نيابيين مقدمين بشأن التعديل على التعديل على القانون رقم 8 لسنة 1960، وذلك بشأن الوقاية من الأمراض السارية. وأيضا هناك تقرير آخر مقدم من قبل اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبصفة الاستعجال حول تعديل على اقتراح بقانون لتعديل على مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والمتعلق بقانون المرافعات التجارية والمدنية. بعد ذلك راح يكون هناك البند السادس وهو متعلق ببرنامج عمل الحكومة إذا ما استجد حول الجلسة في هذا الموضوع. إن شاء الله راح نوافيكم أول بأول وبرسائل أخرى. نعم زينة. بإذن الله الزميل نواف الشراكي موفد تلفزيون دولة الكويت إلى مجلس الأمة، شكرا جزيلا لك.